هذه السواعد القوية اتحدت من أجل غرس هذه الكتل الحديدية في قلب البحر بمنطقة رأس الحمراء في ولاية عنابة، التي شهدت عملية إغمار أكبر شعبة اصطناعية بهدف ضمان التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية من الانتهاكات الإنسانية. المشروع هذا مشروع يعني كان سطرناه، وكان في 2016 قمنا بمرحلة أولى اللي كان عندها صدى واسع. بعد الحصول على الضوء الأخضر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية، شرع في العمل وإعداد الصفوف بفريق ينبض بالاحترافية، وكل فرد يعرف ما تمليه عليه المسؤولية. أنا ولي حاكم الكوتي التكنيك، دونك هنا راح نديروا لو ريسيف ارتيفيسيال، نعيطولو بالعربية ديار البحر. هادوما الحدايد اللي سديناهم واللي خدمناهم باللي بلونجور نتاعنا، هادوما سي لي بلونجور كنا فورمي، سي دي بلونجور كاليفيي بروفيسيونيل، سي دي سودور تحت الماء. دونك هادوما لي ستركتور درنا اون بارج اون بلاستيك، نهزهم نديهم في المكان معين ونرميهم في المكان معين ونمونطيهم، نتحصلوا على هرم شكل هرمي، وشكل هرمي مع الوقت بعد شهرين ثلاثة شهر راح يتعمر بالشندون، يتعمر بالحشيش والكوكياج، وراح تكون عيشة لتم للسمك، والسمك الصغير يجيب السمك الكبير إلى آخره، وراح يكون كشغل الغابة بالنسبة للأسماك هذه. وراح لا بيوديفيرسيتي بوغ pour enrichir l'écosystème باش الحوت يلقى المنازل تاعو مساكنه لا سيربيش توخدنا فيهم يبان اون ريكيبير بار سا. زرع الصفائح الحديدية في قلب البحر والقيام بعملية التلحيم مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة على هؤلاء الشباب لأن طموحهم يناطح السحاب. انستركتور ميتاليك اللي راح نقوموا بإنزالها وبنائها كوم ليغو باش نشكلوا اون بيراميد، راح نشكلوا اون بيراميد، راح يكون عندنا مش فقط ان سول موديل، حوالي 20 موديل باه نكونوا واش نسميوه ان فيلاج ريسيفال. نادي هيبونسيب للغوص البحري المشرف على هذا الانجاز تمكن من تحقيق نجاح ثلاثي الابعاد بجمعه لوزارات البيئه، الصيد البحري، الشباب والرياضه في مجهود خارق للعاده كسب به الاحترام وتقدم بخطوات نحو الأمام. اليوم نشهد العملية الثانية لإغمار الأعشاب المائية لريسيف ارتيفيسيال على مستوى شاطئ بلفيدير من تنظيم جمعية إيبونسيب اللي هي جمعية ناشطة ومشكورين على ذلك. فهذا الأعشاب المائية هي مهمة جدا فيما يخص المحافظة على الثروة السمكية والبيئية للبحار، وكذلك تدخل في التربية المستدامة والتربية يعني المتواصلة لأبنائنا من أجل يعني المحافظة كما قلت على الأعشاب وعلى الثروة السمكية. هذه الألوان الجميلة، هذه المخلوقات الأجمل تستحق أن تحيا في بيئة نظيفة خالية من السموم، وذلك لن يكون سوى بارتقاء الذهنيات، لأن رمي أي شيء في المسطحات البحرية من شأنه خنق الثروة السمكية وتدمير النظم البيئية. لذلك على الجميع التعامل بعقلانية حتى نستفيد من كل الثروات الطبيعية، ووقتها فقط ستكون كل خطوة نخطوها إيجابية.